طبعا أهمية هذا المؤتمر العالمي بالنسبة للأزهر لنصرة القدس والمسجد الأقصى الأسير وفلسطين، يعني هو من الأهمية المكان، لأنه أهم نقطة فيه أنه يرفع الوعي بين الأمة العربية والإسلامية، بل ويعرف العالم أجمع أن الإسلام جاء للسلام، وأن الإسلام والسلام وجهان للأمة الواحدة، ولكن لابد لهذا السلام أن تكون معه قوته، قوة الردع التي أشار إليها قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدكم. ترهبون بمعنى تخوفون وليس تقتلون أو يعني ترعبون، والإرعاب بمعنى الإزعاج بدون وجه حق، لكن الإرهاب التخويف بمعنى قوة الردع العالمية التي يعني يتمسك بها الآن القوى اللي يسمى أنفسهم العظمى لتحقيق السلم العالمي، وللأسف هم لا يحققون ذلك، وإنما يحققون القوة لأنفسهم وللمعتدين وللمحتلين، وأما الضعفاء فهم لا سند لهم إلا أنفسهم وإلا قوة السلاح بأنفسهم. ولذلك فإن هذا المؤتمر هو يدعو العالم العربي والإسلامي إلى أن يعودوا إلى رشدهم ويعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يكونوا على قلب رجل واحد لتحقيق قوة الردع المادية والمعنوية، وأهمها التمسك بعقيدتهم وبدينهم، وبهذا التمسك بدينهم وعقيدتهم لا بد أن يكونوا يعني بقوتهم وبقوة إيمانهم ومعتصمين بأنفسهم وبسلاحهم المادي والمعنوي إن شاء الله لتحقيق التحرير القدس الشريف إن شاء الله. دعوات زيارة القدس حضرتك شايفها إزاي؟ هو كما يعني نحن المسألة ما زالت خلافية من الناحية السياسية ولمصالح أخرى ولعدم التطبيع، ولكن نحن نقول أن الآن القضية تحتاج إلى قرار جماعي بما فيه يحقق المصلحة ولا يؤدي إلى المفسدة، ومن هنا فإن الأمر الآن يحتاج إلى يعني قرار يتعلق على مستوى القيادات السياسية والقيادات العلمية والاجتماعية، ثم نزع هذا الخلاف حول هذه القضية ليكون على قلب رجل واحد، ولأن ذلك يحقق مصلحة فعلية وليس مفسدة، ويترك الأمر لأهل المقدسيين أنفسهم كجانب فردي وليس جانب جماعي لتحقيق المصلحة في هذا الإطار.